السلطات العسكرية والمسؤولين وأيضا الدكاترة والأساتذة والطلبة الكرام، أهلا وسهلا بكم. طبعا حب الوطن لا يحتاج في وصفه إلى الكثير من الأقوال والمقولات، ونحن كأبناء الحزائر الذين رفعوا رايتهم من قبل بكل عزم وثبات يعرفون أن الانتماء إلى الوطن وحب البلاد من أسمى المعاني التي يقدمها المواطن إلى الوطن الذي يعيش في لوائه. فلكل فرد طريقته في التعبير عن حبه إلى وطنه وانتمائه إليه، فنجد البعض يحمي بلاده ويدافع عنها وهذه طريقته، نجد بعضهم أيضا يخدمها بشتى الأعمال التي يقوم بها، نجد أيضا بعضهم يلعب رياضة معينة فيرفع هذا العلم ويمجده ويرسله إلى أعلى المحافل ويبرزه بين كل الأبطال وفي شتى البلاد. ووصفة مجاهدين وشهدائنا الكرام كانت مليئة بالعزة والكرامة والشهامة والرفض للظلم وإرادة السيادة والحرية. قبل أن ندخل في موضوع اجتماعنا اليوم وفي احتفالنا التاريخي العظيم اليوم ألا وهو عيد النصر، فلنستمع أولا إلى آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.
فنار في حرب تحرير الجزائرية، والتي كانت وأتت بالتوافق أو بالتفاوض مفاوضات إيديان لتحرير مصير الشعب الجزائري العظيم، ذلك بعد 162 سنة عاشها في ظل المستعمر الغاشم وتضحياته المستمرة التي لم تكن لتتوقف لولا هذه الوقفة، وقفة الرجال. قبل أن ندخل في صلب موضوعنا ونتوغل أكثر مع الأساتذة في مجموعة المحاضرات التي ستقدم اليوم بهذه المناسبة، فلنستمع أولا إلى كلمة افتتاحية من تقديم السيد مدير جامعة إدلسة، فليتفضل مشكورا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الأمين العام للولاية المحترم، السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المبجل، السادة المحترمون أعضاء اللجنة الأمنية كلا باسمه ووظيفته ومقامه، السادة والسيدات طرف الجامعة، إخواني الأساتذة المحترمون، السيدات والسادة أعضاء الموظفين الجامعة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بعيد النصر المواقن بتاريخ 19 مارس 1962، وهو اليوم الموافق لوقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري تنفيذاً لما جاء في نصوص اتفاقيات إيديون بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفرنسا، وذلك بعد مفاوضات عسيرة قادها الوفد الجزائري المقتنع بعدالة قضيته بقيادة وزير الشؤون الخارجية آنذاك السيد المرحوم كريم القاسم ولويس جورس الذي قاد الوفد الفرنسي. إخواني، إن هذا التاريخ يمثل نقطة انبعاث الأمة الجزائرية، وهو ثمرة ما قدمه الشعب الجزائري من تضحيات جسام من أجل بحر محتلاً غاشماً لطالما اقتنع بقوته الخارقة لاقتلاع هذا الشعب من جذوره، وذلك بمسخ دينه وطمس لغته ليسهل عليه فرنسته. لكن الاستعمار كان وما زال وسيبقى غبياً، كما قال الجنرال جياط المعروف قائد معركة ديان فو الفيتنامية، لأنه لم يعلم أن الجزائر كانت منذ الأزل إلى يومنا هذا ثائرة وعصية على الغزاة منذ مسينيسا ب 238 قبل الميلاد، ويغرقى 160 قبل الميلاد، وتكفريناس 100 قبل الميلاد. هذا الأخير الذي رسم بدمه ودم رفاقه الحدود الجغرافية لما ستصبح عليه فيما بعد بلدنا الجزائر، لأنه حارب في تيفاش التي كانت تسمى سابقا تيبازا، وجرح جروحا بليغة في سور غزلان التي كانت تسمى أوسيا سابقا، ومات في تلمسان التي كانت تسمى سابقا بوماريا. إخواني أخواتي، نقول للذين يشككون في الأصول وتاريخ الجزائر إن هذه هي الجزائر التي ولدت في ألم، فهي لم تعرف في حياتها أي فقرة للراحة، لأن بطنها كان وما زال خصبا لا يعرف إلا أن يلد أبطالا مستعدين للموت من أجل بلدهم. فنجد في القرنين الماضيين نساء ورجالا قد رسموا أروع لوحات البطولة، فعلى سبيل المثال كما ذكرتها في بقالة أخرى، فعلى سبيل المثال نذكر تلك المرأة الفتى الجيل الحماشية بنت بوعزيز التي حاربت في 1724 في عاشوراء الظلم ظلما أطراف وتهجم باي الكاف التونسية.
من الأمير عبد القادر في 1832 عفوا، الذي حارب بشراسة الفرنسيين الهوزات، إلى المرأة الحنشية الأخرى زوجة أحمد داي الذي هزم الفرنسيين في معركة 1836، إلى مقاومة زواوة في منطقة القبائل المنخفضة، إلى مقاومة الخليفة أحمد بن سالم في الأغواط في 1848، إلى ثورة محمد بن عبد الله الملقب بمعزة في 1845 الشرف والحضنة والقنطري، إلى مقاومة زعاتشة التي قادها بوزيان في 1848 ببسكرة، إلى مقاومة الأغواط وتوغرت في 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان، إلى ثورة القبائل في 1850 بقيادة للا فاطمة نصور وشريف مبرلة، إلى انتفاضة عرش ولاد مؤمن في 1853 بقيادة الشريف مصباح، إلى ثورة ولاد سيدي الشيخ في 1864 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة الطيطري، إلى انتفاضة قايد محمد الكبلوتي في 1871 في عرش الحنان جولد مومن، وإلى مقاومة الشيخ المقراني في 1871 في كل من برج دوريليج مجانا سطيف، إلى مقاومة الشيخ عمامة في 1881 والتي شملت عين الصفرة وتيارة سعيدة وعين صالح، إلى مقاومة التوارب في 1916 لتغييد البوكار جانات ميزا بقيادة الشيخ أمون، إلى مقاومة الحلمية بجبال مستوى الأوراس في 1914 بقيادة عمر بن موسى، إلى وثبة بن بلعيد وإخوانه في 1954، إلى باجي مختار من أوائل الشهداء إلى أول شهيدة، وللأسف لم تذكر، إلى أول شهيدة السيدة العظيمة شايبة زاير، وللمصادفة اسمها زاير، والتي استشهدت يوم استشهد المجاهد أو الشهيد باجي مختار. إلى العرب التبسي، إلى عبد المجيد الدريد، مرور بكل أولئك الشهداء الذين لا يعلم عددهم إلا الله، قد كانوا على مستوى عال من المقاومة من أجل الحرية والكرامة، من أجل أن تبقى الجزائر المصانة شامخة وعلية. وفي الأخير وبعد هذه الجولة يستحضرني أيها الحضور الكريم قول السيد رئيس الحكومة المؤقت بن يوسف الخدر في خطابه الشهير في 18 مارس 1962 حينما أعلن عن قرار وقف العمليات العسكرية، حيث قال، وهي كلمات من ذهب: الاستقلال ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة فقط تمكننا من تغيير وضعية شعبنا. إن مهمتنا أن نبني مجتمعاً جديداً يكون صورة لوجه الجزائر الفتية الجديدة القبعة. الجزائر يجب أن يساهم في تشييدها كل مواطن. وأردف قائلاً: إن كل هذه المهمات تتطلب منا مجهودات أكثر من ذي قبل، وتتطلب اليقظة والامتثال لإحباط مناورات الاستفزازيين والديماغوجيين والمفرقين، وللأسف ما أكثرهم اليوم. ولكي إخواني نحقق هذه الوصية وأمان شهدائنا الأبرار، لا بد من الاجتهاد والعمل بصدق وإتقان لنصلح ما يمكن إصلاحه، حتى نجعل الجزائر زينة البلدان، وبذلك نشعر بالفخر الشديد لكوننا خير خلف لخير سلف الذين عاشوا أحرارا على هذه الأرض الطيبة. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجد والخدود لشهدائنا الأبرار. نشكر السيد مدير الجامعة على هذه الجولة الغنية تاريخية بالثورات وأسماء أبرز المجاهدين والمشاهدين الكرام الذين طابت ذكراهم وعلت أسماءهم وأفعالهم بما فعلوا وما زالوا يذكرون بها طيبا. أما الآن فننتقل إلى كلمة السيد الوالي
للممثل عنها الأمير العام، فليتفضل مشكورا. شكرا بارك الله فيك بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلام الشيطان الرجيم. السيد رئيس الجامعه، الساده اعضاء اللجنه الامنيه، السيد نائب رئيس المشهد الولائي، الساده الحضور من اساتذه واطارات الجامعه وطلبه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في البدايه أشكر السيد رئيس الجامعة على هذه الدعوة وعلى الالتفات للاحتفال بعيد النصر. عيد النصر بعد 60 سنة كل عام نحتفل به، والاحتفالية بالرغم أنها رمزية ولكن حسب البرنامج اللي داروه الاساتذه والسيد رئيس الجامعه من المواضيع المطروحه، للنقاش، يعني ارتديت باش نحظى في هذه الكلمات اللي راح يلقوها الاساتذه. و الفكرة اللي عضلت وعبقرية الشهداء والمجاهدين اللي كانوا ويحضروا في إذيان، العبقرية تاعها اللي ماهوش متخرجين من الجامعة وما قراوش في الجامعات المرموقة، ولكن كانوا في مستوى الحدث، وقف ند للند لشخصيات معروفه ومرموقه من الطرف الاخر. ولهذا يعني انا شخصيا حبيت نفهم كالطلبه اللي حاضرين هنا، حبيت نفهم يعني العبقريه، وهذا موضوع قليل وين يعني تطرقنا ليه في اللقاءات والمحاضرات. اول مره ماذا بينا نفهم العبقريه هذه منين جات. نتمنى باللي الاستاذ المحاضر يتطرق بتدقيق للقضيه هذه. هذه العبقريه كما تطرق وتفضل السيد رئيس الجامعه، عبقريه كريم بن القاسم، ولكن الشخصيات الاخرين بن بلعيد بن بلعيد وبن مهيدي وزيبود يوسف بوضياف، يعني شخصيات حتى قلة من يوها في الجزائر ولا في دول اخرى. ولهذا باش بدون إطالة مادا بينا باش نسمعوا للسادة الأساتذة، وتكون فيها لربما طلب السيد مدير الجامعة باش تكون فيه بروشير وتوزع هذه المداخلات باش نستفدوا منها الكل. التدخل تاع السيد رئيس الجامعه كان في المستوى، يعني تشوف التدخل تاعه يخليك تفتخر بهذه البلاد. خلينا نفتخروا الكل بالتاريخ تاعنا والتضحيات اللي قدموها الشهداء والدينا وجدودنا في سبيل الاستقلال تاع البلاد هذا. ولكن الجيل تاع درك قليل اللي يفهم مستوى التضحيات وهذا الفلسفة وهذا المحن اللي فات بها البلاد الجزائر. كما تفضل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، الجزائر عمرها ما كانت عايشة في استقلال وحرة. ثورة قبل ما تنزل ثورة تزيد تجي واحدة أخرى، يزيد تجي احتلال أخر. هذا وين نتنعموا بالاستقلال كبلد مستقل. دونك مباشره يعني بلا ما نطول عليكم،
نعاود نشكركم على الدعوة على هذه الالتفاتة وعلى هذه المبادرة، والجامعة هذا هو الدور تاعها في كل مناسبة تساهم وتتبع تكون إطراء لهذه المناقشات باش إن شاء الله نحسنوا من الأداء، ولا ممكن يعمل الجيش اللي رايح ليسرى باش نكونوا في مستوى العالي. شكرا وبارك الله فيكم. نشكر الممثل عن السيد الوالي أمين عام على كلماته التي لمس بها خواطر الحاضرين، وأضاف بها وأضاف بذلك على كلمات سيد مدير الجامعة. أما الآن فسنلقي حديثنا أكثر ونتعمق أكثر مع أهل الاختصاص من الدكاترة والمحاضرات المحاضرة لليوم، والبداية بمحاضرة بعنوان عبقرية الشخصية الوطنية المفاوضة في اتفاقية إيفيان، شخصية كريم القاسم أمه بجمع تقديم الدكتور عادل بوديار، فليتقدم وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، السيد الأمين العام لولاية حسة ممثلا للسيد الوالي، الوفد المرافق للسيد الأمين العام للولاية، السيد النائب عن مجلس الشعب الوطني، السيد مدير الجامعة، السادة نواب مدير الجامعة، السادة رؤساء المجالس العلمية، السادة أساتذة جامعة حسة، الحضور الكريم، طلبة وضيوفا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في هذا اليوم التاريخي البهيج أسمى ترحيب في جامعة تبسة، أو في جامعة العرب التبسي التي تتشرف في كل مرة باحتضان المناسبات الوطنية العزيزة على الشعب الجزائري. ومناسبة عيد النصر 19 مارس 1962 التي مثلت باكورة ثمرة الاستقلال، والباكورة هي أول الثمر، فكان عيد النصر هو أول ثمرة الاستقلال، بداية بوقف إطلاق النار ثم نصر واستقلال، وهي أحد المناسبات التي نسعد بالاحتفال بها وتذكير الأجيال ببطولات الشعب الجزائري المجند. موضوعي مثل ما أسلف عنه الطالبة في يتحدث عن عبقرية هذا الوفد المفاوض وعن عبقرية كريم بالقاسم كممثل للوفد فقط، وهذا لا يعني أننا ننقص من قيمة بقية الوفد، ولكن أيضا أنا زينته بعنوان صغير وهو نهاية الحلم النابليوني أو النابليوني لفرنسا الاستعمارية. أبدأ بطريقة الفلاش باك وأعود إلى أبدأ من النهاية ثم أعود إلى البداية. في يوم 19 مارس 1962 وهو يوم عظيم لا تنساه الأمة الجزائرية، وفقا لما جاء في نصوص اتفاقية إيفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفرنسا، واعتبر يوم 19 مارس تاريخ وقف إطلاق النار على أركان التراب الوطني. وبهذه المناسبة صرح رسميا ممثل الوفد الجزائري السيد كريم بن قاسم بقوله: بموجب تفويض إلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية وباسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وقعنا في الساعة 5:30 عشية 18 مارس 1962 على اتفاق عام مع الممثلين التنفيذيين أو مع الممثلين المفوضين للحكومة الفرنسية، وبمقتضى هذا الاتفاق العام أبرم اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بكامل التراب الوطني يوم الاثنين 19 مارس 1962 في منتصف النهار بالتضحية. إذن بهذا الاتفاق لم تخرج جبهة التحرير في ذلك الوقت عن أهدافها ومعالمها التي سطرتها بوضوح
في بيان أول نوفمبر، فقد جاءت بيان نوفمبر وفي الأخير وتحاشيا للتأويلات الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وتحديد للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة وتعترف نهائيا بالشعوب التي تستعملها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها. فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أساس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ. عنونت موضوعي بعناوين حتى أخالف طريقة السرد التاريخي المعهودة. قلت بداية النهاية وهي قبل المفاوضات، فقد كانت هناك أحداث أرى أنه من الواجب الإشارة إليها حتى نعرف أن هذه المفاوضات لم تكن سهلة ولم تأتي هكذا، وإنما كانت لها إرهاصات ومقدمة. فقد كانت هناك اتصالات سابقة بين الطرف الجزائري والطرف الفرنسي، ولكنها كلها ذائت الفشل لعدم جدية الطرف الفرنسي الذي كان يفضل إدراج تلك الاتصالات ضمن استراتيجية الحل الأمني العسكري، وكذلك اتباع جبهة التحرير الوطني أسلوب الموازنة بين العمل العسكري في الداخل والنشاط السياسي والدبلوماسي في الخارج، جعل القضية الوطنية والقضية الجزائرية تدور وتذكر في المحافل الدولية، وهما شكل ضغطا على فرنسا. أيضا فضح مناورات دوغول بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمخططات العسكرية مثل سلم الشجعان ومشروع قسنطينة ومخطط شارل وغيرها من المشاريع التي كان يقدمها المستعمر لي يبقى في الجزائر. تأزم الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا إذ لم يبقى لدوغول أي مجال لقلب الهزيمة العسكرية إلى انتصار سياسي سوى الدعوة إلى الشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وقد دعا إلى ذلك بشكل رسمي وعلني في خطاب ألقاه في 14 جوان 1960. تواصل انتصارات الثورة رغم فارق العدة والعتاد العسكري وإفشال مخططات أو مخطط شارل وتفويت الفرصة على ديغول ومشروعه الجزائر الفرنسية. أيضا خروج الشعب الجزائري في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي عمت مختلف مدن الجزائر ردا على زيارة الرئيس الفرنسي دوغول للجزائر يوم 9 ديسمبر 1960 وارتقاء عدد كبير من الشهداء في هذه المظاهرات. أيضا تعثر المفاوضات الأولى بين الطرف الجزائري والوفد الجزائري والوفد الفرنسي، والذي سببه كان وقوف الحكومة الفرنسية موقف الاستعمار العنيد الذي يرفض رفضا قاطعا مناقشة القضايا التي تطرح في المفاوضات مناقشة الند للند. أيضا نشاط بعثات جبهة التحرير الوطني في الخارج، وهو ما أجبر حكومة دوغول على العودة إلى طاولة المفاوضات بمساعي سويسرية. أيضا حادثة اغتيال رئيس بلدية إيفيان وما تلاه من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتعصبون بمواقفهم المنادية بشعار الجزائر الفرنسية. أيضا ظهور منظمة إرهابية مسلحة، منظمة الجيش السري رواس بقيادة عسكرية فرنسية تنشط خارج قوانين الجيش الفرنسي النظامي، وكانت تنفذ اغتيالات وجرائم في سلوك الجزائريين وكل من له علاقة بالثورة التحريرية. وآخرها محاولة الإفتاحة بالرئيس دوغول في 22 أبريل 1960 من قبل أنصار الجزائر الفرنسيين للجنرالات المتطرفين، وهو معرض أيضا إلى المفاوضات إلى أن تؤجل إلى غاية 20 مايو 1961 في إيفيان. عنوان نهاية الحلم النابليوني للجنرال دوغول. عرف الجنرال دوغول بطموحه في بناء إمبراطورية فرنسية تمتد إلى حدود بلاده، وبالطبع كانت المستوطنات أحد ركائز سياسته لبناء هذه الإمبراطورية، حيث كان متمسكا بعظمة الدولة الفرنسية التي أضعفتها الحربين العالميتين
والمشاكل السياسية الداخلية والثورة التحريرية التي قدمت ثوارها ملاحم كبيرة كشفت عن قوة الثورة وبأس الشعب الجزائري المجاهد. لذلك فإن خسارة الجزائر بالنسبة لفرنسا يعني نهاية الحلم النابليوني بإعادة مجد الإمبراطورية الفرنسية، وعليه فقد عمل دوغول كل ما في وسعه ضمان حكم أو ضمان لتبقى الجزائر ضمن حكم الاستعمار الفرنسي، حتى ولو كان ثمن ذلك التخلي عن كل المستعمرات في قارة إفريقيا وغيرها. وهذا لأهمية الجزائر بالنسبة لفرنسا. في الحقيقة إذا تحدثنا عن المفاوضات وقلنا أن فرنسا جاءت أو فرنسا الاستعمارية تقدمت المفاوضات وفي نيتها منح حرية للجزائر، فإن هذا يعد مغالطة تاريخية كبرى، لأن طريقة تعامل المفاوضات فضحت الحلم النابليوني في إعادة مجد فرنسا مجد الإمبراطورية الفرنسية، وهو حلم استعماري عاشت تحميله كل النخب العسكرية والسياسية الفرنسية، وهو ما يتأكد لنا حين نعرف الظروف المحيطة بالمفاوضات ونستقرئ القرائن والشواهد التي دلت كلها على أن فرنسا استعمارية جاءت للمفاوضات وهي تبحث عن سبل جديدة للبقاء في الجزائر. لذلك ليس غريبا أن تثير عددا من القضايا الخطيرة ذات العلاقة بالسيادة الوطنية على طاولة المفاوضات، وتتمسك بها تمسكا شديدا، وهي القضايا لو قبلها المفاوض الجزائري لا كانت مثل ما أرادها المستعمر الفرنسي لكانت وجها جديدا من وجوه الاحتلال الفرنسي، وكانت تحرم الشعب الجزائري سيادته الوطنية الكاملة التي ثار لأجل استرجاعها. أشير فقط في نقاط أو في عجالة إلى هذه النقاط التي ركز عليها وفد المفاوض الفرنسي وكان متمسكا بها، وهي مثلا التركيز على بقاء قواعد أو القواعد العسكرية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي اكتشف بها البترول، وهو ما يعتبره الاستعمار محركا عسكريا واقتصاديا استراتيجيا يخدمه للتحكم في أوروبا. أيضا اشتراط إرجاء جلاء عدد كبير من الجنود الفرنسيين يتجاوز عددهم 80,000 جندي فرنسي، وهو بأسلحتهم وعتادهم العسكري وحرية تنقلهم بين القواعد العسكرية في التراب الجزائري. أيضا استعمال القاعدة الجوية البحرية المرسى الكبير والمطارات المحيطة بها والتنقل منها إلى قاعدة رجان وبشار بالصحراء الجزائرية وعبر مسافات كبيرة. أيضا اشتراط خلط القضايا الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية في المفاوضات وربطها بالحلف الأطلسي الذي يتكون من مجموعة من الدول التي لها مطامع استراتيجية بالجزائر. في الحقيقة عجبني الإشارة التي أشار إليها السيد الأمين العام للولاية حين تحدث عن هذا الوفد المفاوض، وفي الحقيقة أن من حيث التكافؤ والمكافأة من حيث الخبرات العسكرية والسياسية والدبلوماسية هناك عدم تكافؤ بين الوفدين. الوفد الجزائري كان وفداً بسيطاً تكوناً من مجاهدين أغلبهم عاش ظروف الاحتلال الفرنسي. تحية طيبة للجميع. السيد مدير الجامعة والهو به السيد الأمين العام للولاية والوفد المرافق له من مسؤولين مدنيين وعسكريين، السادة عمداء الكليات، زملائي الأساتذة، الطلبة الحضور، نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يمثل عيد النصر. موضوع مداخلتي حول السيادة الوطنية وتكريسها في اتفاقيات إيفيان. ونحن نعرف جميعا أن مسألة السيادة هي من المسائل الجوهرية التي تحافظ على هوية الدولة
ومبادئها ومستقبلها عبر العصور. وقد أشار السيد مدير الجامعة إلى دفاع المقاومين الجزائريين عن السيادة على مر العصور، وهنا أذكر قبل ثورة تحريرية كما أشار السيد مدير الجامعة، نذكر المقاوم يغطى والذي مات في سجون روما دفاعا عن السيادة الجزائرية. نذكر أيضا تفاريماس الذي قتل على يد الجيش الروماني دفاعا عن أرضه التي اغتصبها الرومان. نذكر أيضا القديس دوناتوس وهو ابن مدينة نجري بتبسة، هذا الذي أسس حركة دينية مقاومة للأفكار الدينية التي كانت تفرضها روما. نذكر أيضا القديسة كريسبين وهي ابنة مدينة تبسة والتي أعدمت على يد الجيش الروماني داخل الصور هنا في مدينة تبسة. القديسة كريسبين رفضت الامتثال لقوانين الإمبراطورية الرومانية التي كانت تفرض ديانة دخيلة عن الديانة المسيحية التوحيدية التي جاءتنا من المشرق. كل هذا يدخل في إطار دفاع الشعب الجزائري عن سيادته وعن أرضه. وهنا نشير أنه لا يختلف الاستعمار الفرنسي عن الاستعمار الروماني، لأن فرنسا بأفكارها وبأساليبها الاستعمارية بنت كل ذلك على أساس كما تعتبره خلفائها أو ورثتها الرومان. نجد أيضا أن الثورة الجزائرية في كل مبادئها وفي كل مواثيقها وفي كل أفكارها كرست مفهوم السيادة الوطنية كمبدأ ثابت منذ الفاتح من نوفمبر أو منذ الفاتح بيان الفاتح من نوفمبر 1954 إلى غاية مفاوضات الاستقلال، مفاوضات إيفيان التي تمثل مظهرا من مظاهر تمسك الجزائريين بسيادتهم. أولا نعرف السيادة من الناحية اللغوية على أنها أو تدل على المقدم عن غيره جاها أو مكانة أو منزلة أو قوة. أما من الناحية الاصطلاحية فإن السيادة تمثل السلطة العليا التي تمارس على الإقليم داخليا أو كل ما يتعلق بالقرارات على المستوى الخارجي، كما أن السيادة نوعان: سيادة داخلية وهي السلطة التي تمارس داخل الإقليم من خلال المؤسسات، والسيادة الخارجية وتتمثل في حرية اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وإبرام المعاهدات دون ضغوطات خارجية. ثم انتقلت إلى قراءة في اتفاقيات إيفيان، وتوصلت من خلال اطلاعي على أن الاتفاقيات هي خلاصة المفاوضات التي تم التوقيع عليها بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية في 18 من مارس 1962، وهي محطة تاريخية رئيسية في تاريخ الجزائر ومكسب من مكاسب نجاح الدبلوماسية الجزائرية وطورت أول نوفمبر 1954. كما أن اتفاقية إيفيان أسست لمستقبل الجزائر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والثقافي بناء على مبدأ السيادة. كما نشير إلى أن التفاوض هو مكسب المكاسب الطورة، لأن فرنسا كانت تعارض مبدأ التفاوض، وكان الطرف الفرنسي مرغما على ذلك. وفي السابق مع انطلاق طورة أول نوفمبر نعت الجزائريين بأبشع الصفات، لكنه تراجع نتيجة لنجاح الطورة على المستوى السياسي والعسكري. وفي خطاب الجنرال ديغول في 19 ديسمبر 1959 اعترف علنيا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، كما دعا في خطاب آخر في 14 جوان 1960 إلى الجلوس مع موكلي الشعب الجزائري في طاولة مفاوضات.
وهو ما تجسد فعليا في العديد من اللقاءات. ثم انتقلت الى العنصر الثاني وهو مظاهر تمسك السياده الجزائريه في المفاوضات الجزائريه الفرنسيه. حقيقه هنالك لقاءات سبقت لقاءات إيفيان، وكان الهدف من تلك اللقاءات هو إفشال الدبلوماسية الجزائرية واختراق الثورة. ومن بين هذه اللقاءات نجد مفاوضات مولان التي أجريت ما بين 25 و29 من شهر جوان 1960. أجراها الطرف الفرنسي مع الطرف الجزائري بمدينة مولان الفرنسية، لكنها فشلت بسبب المناورة الفرنسية في الاتفاق على السيادة الجزائرية وإفشال الثورة التحريرية. مثل نوايا ومشاريع الجنرال ديغول الاستعمارية في المدن الكبرى ومطالبة الجزائريين بوقف إطلاق النار قبل التوصل إلى نتائج، وزيادة عدد الجيش الفرنسي في الجزائر والذي بلغ في أقصى تعداده 500,000 جندي على الأقل. لكن الشعب الجزائري رد عليه بمظاهرات 11 ديسمبر 1961. نشير أيضا إلى لقاء لوزان في مدينة أو بدولة سويسرا في 20 فبراير 1961. خلال هذا اللقاء توصلت المحاولة الفرنسية في تجريد السيادة الوطنية من الشعب الجزائري، فقد طالبت فرنسا في هذا اللقاء بالحكم الذاتي وبفصل الصحراء عن الشمال. وهنا حتى تستمر فرنسا في نهب ثروات الجزائريين، لأنها كانت تستغل حقول البترول منذ 1956، كما استغلت الصحراء الجزائرية كمحطة للتجارب النووية. إذا فرنسا حاولت أنها تفصل الشمال عن الجنوب حتى تجري الجزائريين من سيادتهم على أرضهم. لكن المفاوضون الجزائريون ردوا عليها بأن الجزائر جزء لا يتجزأ، وكانوا صارمين في مسألة عدم التفريط في السيادة من خلال المطالبة بالاستقلال الكامل. أيضا خلال لقاء لوزار في سويسرا حاولت فرنسا تجزئة الجزائر عرقيا من خلال طرح مشكلة الأقليات الأوروبية، واقترحت على المفاوضين الجزائريين أن تمنحهم جنسية مزدوجة، وهذا حتى تتخذ منهم يمكن أن نقول تتخذ منهم ورقة لفرض تدخلاتها على الشعب الجزائري. لكن مفاوضين الجزائريين رفضوا أيضا هذا الاقتراح، وكانت فكرتهم إنسانية وهي أنها رحبت بهؤلاء الأوروبيين بشرط أنهم يعني يحصلون على حقوقهم داخل السيادة وفي إطار السيادة وفي إطار القانون الجزائري. أيضا خلال هذا اللقاء حاولت فرنسا اقتراح تيارات أو إدخال تيارات سياسية أخرى إلى جانب جبهة التحرير الوطني لتفاوض باسم الشعب الجزائري، لكن المفاوضون الجزائريين رفضوا ذلك واعتبروا أن الجبهة هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري. ويبدو أن تمسك المفاوضون بمبادئهم وعدم التفريط في مسألة السيادة كان له انعكاس على الوضع السياسي في فرنسا، وأدى إلى انقلاب الجنرالات، محاولة انقلاب الجنرالات الفرنسيين على ديغول في 12 أبريل 1961، لأنهم أصروا على إبقاء الجزائر الفرنسية. وهذا ما جعل الطرف الجزائري يدخل بصفة قوية في اللقاءات الجديدة. ويمكن أن نعتبر أن مفاوضات إيفيان هي لقاءات أو هي أحد لقاءات جدية التي أدت إلى الاستقلال. ومن خلال اتفاقية إيفيان الأولى في 20 مايو
1961 حاولت أيضا فرنسا أنها لا تتخلى عن مناورتها من وفي تجريد الجزائريين للسيادة، خصوصا التدخل في من يمثلهم باقتراح انضمام تيارات أخرى إلى المفاوضات. ووصل الطرح مسألة فصل الصحراء على الشمال واستبعادها من تقرير المصير، واقتراح منح الجنسية المزدوجة للأقليات الأوروبية، لكن في كل مرة كانت صرامة المفاوض الجزائري ورفض التدخل في السيادة الجزائرية والمطالبة بالاحتفاظ بكامل الحقوق للشعب الجزائري وقفت كحاجز أمام هذه المحاولات الفرنسية. اتفاقية إذيان الثانية ما بين السابع والثامن عشر مارس 1962 تم الاتفاق على توقيع وقف إطلاق النار بداية من 19 مارس 1962، بعد أن تمت الموافقة على الشروط الجزائرية كاملة المتعلقة بالسيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، كما أن بعض الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا لم تكن سوى مؤقتة وغير قابلة للتجديد، مثل تأخير رحيل القواعد العسكرية وبقاء الشركات الفرنسية لمدة معينة، لأن هذه القرارات كانت ظرفية ومؤقتة، لأنه بعد الاستقلال نجد أن الدولة الجزائرية أتممت فكرة السيادة الوطنية، فقد تم تأميم أراضي المعمرين سنة 1963، وتم إجلاء القوات الفرنسية من الجزائر بداية من 1965، وأممت المعادن سنة 1966، والمحرقات في 24 فيفري 1971. وهكذا فإن اتفاقيات إيفيان وما شكلته من ذهاب مفاوضون جزائريون أسست لمستقبل الجزائر المبني على سيادة القرار الداخلي والخارجي. كما يمكن أن نعتبر أن فكرة السيادة الوطنية التي كرستها مؤسسات الثورة التحريرية أدت إلى تصفية الاستعمار وجعلت من الجزائر دولة سيدة في اتخاذ قراراتها على المستوى الداخلي والخارجي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وهو شعور تفتقده الكثير من الدول التي تعاني من تدخلات مختلفة في شؤونها الداخلية وعلاقتها الخارجية. وهذا خلاصة ما يمكن أن نعتبره من هذه الثورة المجيدة ومن المؤسسات التي خلقتها وجعلتنا نعيش في حرية تامة بعيدا عن تدخلات الأجانب. ونشكر الجميع على حسن الإصغاء والاستماع، وشكرا. نشكر الدكتور عبد الرحمن بن عطلة على هذه المحاضرة الغنية تاريخيا والملمة بهذه المناسبة العظيمة والذاهبة في اتجاهات أخرى بعيدا عن باقي المحاضرات. أما الآن ونظرا لالتزامات المسؤولين معنا، فأولا ندعو مدير الجامعة والبروفيسور حفظ الله أبو بكر للالتحاق بالمنصة، فليتفضل مشكورا. مدير الجامعة والبروفيسور حفظ الله أبو بكر. ندعو إلى المنصة أيضا عضو المجلس الشعبي الوطني الدكتور زرقاوي يكرم السيد الأمين العام للولاية ممثلا عن السيد الولي. هنيئا له الشعب الجزائري ووحدة الوطن، وأن الاستقلال لم يأتي هكذا هباء
وإنما هو تضحيات عظيمة. وعرفت الجزائر في تاريخها القديم والوسيط والحديث والمعاصر تضحيات، وعلينا نحن اليوم كأمانة أن نحافظ على الوطن ونحافظ على وحدة الشعب. المجد والخلود للشهداء. هذا الهدية البسيطة وهي كتاب كتابي الخامس باسم جامعة الشيخ العربي القدسي وعلى رأسه السيد مدير الجامعة، نهديه للسيد الأمين العام للولاية ولاية إدسة، وهو تعبير على أن جامعة العربي القدسي وقسم التاريخ والآثار وأساتذة الشيخ جامعة الشيخ العربي القدسي مهتمين بالبحث التاريخي، وأن هناك أقلام جزائرية تكتب في تاريخ الثورة الجزائرية وتنير درب الجيل الصاعد. تحياتي للطلبة وللجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على إذا مثلت على رئيس الأمن الولائي وكذلك نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور رضا الأسفل. هنيئا وسهلا. عن الآلية الدبلوماسية التي ساهمت بقدر كبير في تدوير القضية الجزائرية عالميا وحشد الدعم الدولي لها سواء من دول الجوار أو من خلال المناظر الدولية المعروفة وفي مقدمتها الأمم المتحدة. مظاهر النضال السياسي الخارجي، لقد ركزت قيادة الثورة التحريرية في ضرورة كسب التأييد والدعم الخارجي للوصول إلى الهدف، وكل ذلك عبر البعثات التي قادها شخصيات فذة من إلى المشرق العربي كأحمد غندلة وخيبر وآيد أحمد وبوضياف، وتأسيس صوت الجزائر في القاهرة كدعامة إعلامية للثورة والترويج لمبادئها. كما سجلت الجزائر حضورها المميز في 1955 في مؤتمر أفرو آسيوي ببانغدون، وهو الذي تبنت فيه القضية الجزائرية وجعلتها تعرف طريق التدوير، وذلك بإدراجها في نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال جولات عديدة لعب فيها الوفد الجزائري أدوار رائدة للدبلوماسية والحنكة، حيث استمر رفض القضية عدة سنوات من 1955 إلى غاية 1959، وذلك نظرا للنفوذ الفرنسي في المنظمة الأممية وتأثيره على الدول التي كانت تحت سيطرته، ناهيك عن دور الحلف الأطلسي في مساندة الحليف الفرنسي. فيما يخص الدبلوماسية الجزائرية خلال ثورة التحرير، وضع قادة الثورة الجزائرية استراتيجية للعمل الدبلوماسي تختلف عما كانت عليه قبل الثورة، وهذا الاختلاف الأوضاع فالعمل السياسي الذي كان سائدا لم يكن يقلق فرنسا إذ تبعه نشاط دبلوماسي خارجي، فكانت المراوغة التي تبديها فرنسا وكسب الوقت كافيين لإفشال أي نشاط خارجي. أما سنة 54 فالنشاط المسلح حل محل السياسي، والنشاط الدبلوماسي في الخارج اتخذ أهداف جديدة. في بيان أول نوفمبر سجلنا مجموعة من النقاط في هذا الخصوص: تدوير القضية الجزائرية، تحقيق الوحدة الإفريقية في داخلها بإطارها الطبيعي العربي والإسلامي، تأكيد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي تساند قضيتنا التحريرية، في مقررات مؤتمر الصومال، وعند انتشار الثورة وانتصاراتها اتخذ النشاط الدبلوماسي بعدا جديدا من خلال قرارات مؤتمر الصومال. أولى هذه المقررات: عزل فرنسا سياسيا على المستوى الداخلي وكذا على المستوى الخارجي، توسيع نطاق الثورة إلى حد جعلها مطابقة للقوانين الدولية، ومن أهدافها على المستوى الخارجي تكثيف النشاط في الخارج لكسب دعم المعنوي والمادي، تصعيد تأييد الرأي العام، التعريف بالقضية الجزائرية بين الدول التي أرادت فرنسا عزلها أو إبعادها من عن المجريات الحقيقية في الجزائر، بالتالي تغيير نظرتها، العمل على إخراج القضية الجزائرية من الإطار الفرنسي، إبلاغ هيئة الأمم المتحدة بالقضية الجزائرية، على المستوى الإفريقي والآسيوي
قلنا قبل قليل أن أولى انتصارات الدبلوماسية الجزائرية هو الدعم الذي نالته القضية في أول تجمع لمنظمة الدول الأفرو-آسيوية. هذا الدعم ساهم في إخراج القضية من مجالها الضيق الإقليمي إلى المجال الدولي لكون منظمة طالبت بإدراج القضية في جدول أعمال الدورة العاشرة لجمعية الأمم المتحدة. على مستوى الوطن العربي نالت القضية الجزائرية تأييدا ماديا ومعنويا كبيرا من طرف الدول العربية، فقد تحصلت على السلاح والمال والمساندة السياسية في كل المحافل الدولية، كما سهلت هذه الدول لممثلي الثورة الجزائرية فيها بالنشاط السياسي عن طريق مكاتبهم المنتشرة في عواصم هذه البلدان. على المستوى الدولي في الأمم المتحدة الدعم الذي نالته من الدول الإفريقية والآسيوية وعلى رأسها الدول العربية هو السبب الذي أوصل القضية الجزائرية إلى التدوير في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، متحدين بذلك فرنسا وحلفائها في الحلف الأطلسي الذين لعبوا دورا كبيرا في دعم فرنسا الاستعمارية. وسائل كفاح الدبلوماسي الجزائري سطرت ثورة الجزائرية للعمل الدبلوماسي بالخارج عدة طرق وأساليب يمكن أن نوجزها: عقد الملتقيات والندوات والمحاضرات في المعاهد والجامعات للتعريف بالقضية الجزائرية، فتح مكاتب جبهة التحرير في عواصم الدول المساندة للثورة لتمثيل الجزائر بها، تنظيم الجالية الجزائرية في المهجر لدعم ثورته ماديا ومعنويا، وفي فرنسا أنشئت فيدرالية جبهة التحرير التي لعبت دورا كبيرا في تنظيم الثورة داخل فرنسا، إنشاء شبكات الدعم لتزويد الثورة بالمال والسلاح، التمثيل الثقافي والرياضي. خلاصة، لا يمكن لأي ثورة أن تكون بمعزل عن العالم الخارجي، فالمساندة والتأييد بمختلف أنواعه هو جزء من الانتصار، وكان القادة الأوائل قد أحسنوا التخطيط، لذلك فابتعدوا عن الصراعات الدولية والتزموا الحياد حيث كان يهم الثورة وقادتها فقط الاستقلال ومساندة الحركات التحررية الأخرى لكونها جزء منها، ما جعلنا نستنتج يعني أهم نتائج كسب التأييد من مختلف دول العالم: تزويد الثورة بالمال والسلاح، الإصرار على مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة رغم الفيتو الفرنسي، أصبحت الجزائر رائدة الحركة الوطنية تقيم لها الدول أياما خاصة، المكانة التي عرفتها الثورة الجزائرية جعل كل الدول الاستعمارية تخشى على مستعمراتها. من هذا النشاط المراهق للاستعمار التي تقوم به الجزائر في المحافل الدولية، وهذا ما نسجله الآن، يعني من أن السياسة الخارجية الجزائرية والدبلوماسية التي تعتبر أداة من أدوات السياسة الخارجية، حيث الجزائر أرسلت تقاليد كبيرة فيما بعد ما في مرحلة بناء الدولة القطرية أصبحت الدبلوماسية الجزائرية يعتد بها ولها أمثلة كبيرة في حل نزاعات على المستوى الإفريقي أو في فضائها العربي والمغاربي والإفريقي والمتوسطي. ما يمكن الوصول إليه يعني أنه مثل هذه المناسبات يجب أن نستخلص منها عبارات كثيرة نحو بناء دولة قوية بمؤسساتها، وكل ذلك لا يأتي إلا من دراسة الذاكرة واعتمادها كمحصلة يمكن أو خارطة طريق يمكن الانطلاق منها لبناء جزائر جديدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أشكركم على كرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.